سائل يقول في حالة الصلاة في المسجد والجماعة والجماعة راكعون، هل يصح أن أركع وأنا بعيد عن الجماعة وليس بجانب أحد، وبعد أن أعتدل أتقدم حتى أصل إلى الصف مع الجماعة؟ هذا وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، فإنه جاء ذات يوم النبي راكع عليه الصلاة والسلام، فركع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، كان محس بذلك وكان يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم، كان من خصائصه أنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، فنهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فدل ذلك على أن الواجب الصبر حتى تدخل في الصف، وليس لك أن تركع وحدك، بل تصبر حتى تصل الصف وتسد الفرجة أو إلى طرف الصف وتصف مع الناس، وليس لك أن تصلي وحدك ولا أن تركع وحدك، بل تصبر حتى يوجد معك أحد أو تلتمس فرجة من الصف أو في طرف الصف فتدخل في ذلك. جزاكم الله خيرا.